قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أثناء اللقاءات التي أجراها على هامش اجتماعات الدورة 331 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف. قام باستعراض أحدث المبادرات الريادية التي اتخذتها المملكة في مجال توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للعمال وعلى الجهود التي تبذلها البحرين في مجال تطوير وتحديث النظم والتشريعات لتحقيق المزيد من المكاسب العماليه في المملكه انسجاما مع معايير العمل الدوليه والعمل على تعزيز قنوات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في البحرين فضلا عن توفير كافه السبل التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق الهادف الى تحقيق المصالح المشتركه لاطراف الانتاج ودفع مسيره التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه مؤكدا أن كل ما حققته البحرين من منجزات عمالية مشهودة إنما جاءت بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة والسياسات والبرامج التي تطلقها الحكومة وكان الوزير التقى كل من السيد جاي رايدر مدير عام منظمه العمل الدوليه والسيد فايز المطيري مدير عام منظمه العمل العربيه وعددا من الوزراء وزراء العمل ورؤساء وفود الدول الاعضاء بمجلس اداره منظمه العمل الدوليه في اطار التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحه على جدول اعمال المجلس وكذلك لبحث اوجه تعزيز التعاون المثمر القائم بين مملكه البحرين والدول الصديقه والمنظمات ذات العلاقه